كونكريت موجودة في السوق العقاري من سنة 2018، تحديداً في منطقة التجمع الخامس بخبرة أكتر من 10 سنين في العماير السابقة. نمتلك محفظة أراضي كبيرة جداً في قلب التجمع الخامس، أكتر من 50 قطعة أرض سلمنا عدد كبير قوي منها، والباقي قيد للتنفيذ والتسليم. والاهم من كده اننا دايما كنا بنختار اللوكيشنز بتاعتنا بعنايه، وهتلاقونا موجودين في اميز لوكيشنز التجمع الخامس، وبكده قدرنا نكسب ثقه اكتر من 500 عميل. مشروعنا موجود في منطقه البنفسج على مساحه 1912 متر. مشروعنا بيتكون من ارضي 3 ادوار، الدور الارضي والدور الاول تجاري والدور الثاني والدور الثالث اداري. وزي ما قلت لكم ان دايما اختيارنا للمشروعات بتاعتنا بيكون بعنايه، علشان كده مشروعنا هيكون رابط بين اهم المحاور الرئيسيه في التجمع زي التسعين الشمالي، محور محمد نجيب، وعلى بعد خطوات من محور عبد الحميد السحار. يعني ايزي اكسسبيليتي من اهم المحاور الرئيسيه في التجمع، وعلى بعد خطوات من كل مكان. وكمان كنا مهتمين قبل طرح المشروع اننا نتعاقد مع شركه اداره وتشغيل عشان نضمن اعلى ترافيك يكون موجود داخل المشروع من خلال شركه برين تو فاك. كنا مهتمين جدا بكل تفاصيل المشروع، علشان كده تعاقدنا مع شركه اركريت كاستشاري هندسي للمشروع عندي وكسوبرفيجن كونستراكت. مساحتنا بتبدا من 35 متر للمحلات التجاريه ومن 40 متر للمكاتب الاداريه. وبالنسبه لانظمه السداد، احنا عندنا اكتر من نظام سداد مرن بيناسب كل انواع الاستثمار.